انتم شفتوها هلا، سواء كانت انتفاخات، هالات سودة، تجاعيد او جفاف تحت العين، هيدي مشاكل كلياتنا ساره بنعاني منها. واليوم عم نقدم لكم الحل ضمن عروضنا الخاصه، واكيد احتفالنا المستمر باليوم الوطني السعودي ال 88 اللي من خلاله بنقدم افضل العروض على الاطلاق. كمان ما تنسوا انه هيدي العروض مقدمه لكم بكميات محدوده وعلى افضل المنتجات على الاطلاق، صح ساره؟ اكيد، ومعكم كمان مفاجآت ثانيه غير الخصومات اللي انتم بتحصلوا عليها. كمان عم نقدم لكم نحن قسائم شرائيه 50 ريال سعودي، صحيح، حسم 10% وتوصيل مجاني. ما ننسى كمان لكل الاشخاص اللي دائما حابين يتابعونا، فيكم تعرفوا اكثر على فئاتنا المتنوعه من خلال زياره موقعنا الالكتروني citrustv.com، تعرفوا اكثر على منتجاتنا وفيكم تتسوقوا بكل سهوله. واذا حابين تتابعونا يوم بيوم فيكم تعملوا هيدا الشيء من خلال التطبيق الخاص على الموبايل Citrus TV، اللي هلا صار التصفح فيه كثير سريع والتسوق فيه كمان ولا اسهل. انا اليوم كثير مبسوطه ساره لاني راح احكي عن ماركه المانيه لاول مره عم نقدم منها هيدي الماسكات. اليوم عم نحكي عن براند اسمه كوبور. هذا البراند جدا معروف عالميا، بيستخدموه اكثر المشاهير بالعالم، طالع تقريبا بكل المجلات العالميه، حكوا كثير عنه في خلينا نحكي بكل هيك البرامج التلفزيونيه الشهيره. اليوم نحن كثير سعيدين نحن نقدم لكم عرض خاص من منتج يعتبر الافضل مبيعا من براند كوبور، واللي حاصل كمان على براءه اختراع. المجموعه اللي عم نقدم لكم اياها والماسكات عددهم كثير كبير مثل صحيح. ما انتم هلا عم بتشوفوا، واكيد في تنافس عن الاسواق، ولكن بدايه ما حنقارن لكم ابدا السعر بالسوق، لانه جاي لكم حصري على شاشتنا. عم نقدم لكم ماسكات العيون الخاصه من كوبور، ولكن صحيح. خلونا نشوف الماسكات اللي هي شبيهه وبتعمل نفس الوظائف بالاسواق قد ايه اسعارها. مثل نحن هون ما عم نشوف، انه نحن عنا الماسك، اذا بس بدنا نحدد ماسك واحد حقه 50 درهم او 50 ريال سعودي، بينما اذا نحن عم نقدم لكم عرض 56 ماسك، اذا بدنا نشتري 56 ماسك من الاسواق كثير سعره 2800 درهم او 2800 ريال سعودي. نحن عرضنا لكم استثنائي، عم نقدم لكم 56 ماسك. هيدا ما كل شيء، خلونا كمان نشوف شو عم نقدم لكم بهيدي الفقره. هون عم نشوف نحن وياكم عم نقدم لكم نحن مجموعه متكامله 56 ماسك، مثل ما هلا عم نشوف كريم خاص للعيون مع بنفس الوقت سيروم او جل خاص كمان للعيون. فاذا مثل ما عم بتشوفوا للوجه كريم للوجه والكريم للعيون، مثل ما هلا عم نشوف مجموعه متكامله وعرض حصري لكم، كمان هدايا صحيح. عم نقدم لكم اياها. عم نشوف هون ماسكات كمان خاصه واللي مميزها هيك الروز اللي كثير حلو. وعندنا كمان عندنا هيدي الهدية اللي هي عبارة عن مجموعة خاصة بطلق الأظافة من سياتي. طبعا قيمة الماسكات اللي مقدمينها لكم مثل ما شايفين 125 ريال سعودي، بتحصلوا عليها مجانا. أما بالنسبة للمجموعة الخاصة بطلق الأظافر فهي مثل ما شايفين قيمتها 113 ريال سعودي. السعر الإجمالي لمجموعتنا 348 ريال سعودي. بدي أرجع أذكركم الكميات محدودة، وهيدا العرض فقط رح يستمر معكم حتى انتهاء احتفالنا اليوم الوطني السعودي ل 88. شو اللي بيميز كوبور؟ التكنولوجي والتقنيه اللي بيعتمدها، مثل ما شايفين هون حاصل على براءات اختراع. المجموعه اللي بتحصلوا عليها مش بس بتحصلوا على ماسكات العيون واللي بتعطي نتيجه فوريه، لا كمان بتحصلوا على مجموعه متكامله كريم للوجه وكمان كريم خاص بالعيون لحتى تعملوا عنايه متكامله تتخلصوا من الانتفاخ، كل المشاكل اللي بتكون موجوده على الوجه. هلا رح نحكي اكثر ونشوف مع بعض هيدا الفيديو لحتى نحكي أكثر بالتفصيل عن ماركة كوبور. أكيد شايفين هون مع بعض المجموعة اللي نحن مقدمينها لكم اليوم، تتميز أنها مصنعة أوكي تحت أو حسب أعلى معايير الجودة. مثل ما هلأ عم نشوف هون مراقبة بمراحل التصنيع عن قرب من قبل أطباء، امتصاص المكونات الفعالة اللي موجودة بماسكات كوبور، وهيك بتحسي أنه هيدي النقاط اللي موجودة بقلب الماسك هي اللي بتعمل إذا بدنا نقول واو شايفة نتيجة امتصاص أكثر وبتعطي نتائج من أول مرة. صحيح. كوبور بدنا نقول لكم أنه العنصر الأساسي اللي فيه
فيه هو اللولو الاسود. صحيح. هيدا هو اللي بيميز الماسك اللي عم نقدمه لكم، ومثل ما شفتوا بالدراسات العديده اللي عملوها لجوده هيدا الماسك. اكيد هلا اذا بنحكي عن النتائج فالنتائج ما لها مثيل ابدا. ساره شايفين نتائج قبل وبعد، سواء كان عندكم انتفاخ تحت منطقه العين، عندكم هالات سوداء، تجاعيد. هالات السوداء قد ايه مشكله كبيره هلا بتواجه السيدات. ولا ونقطه ثانيه يمكن احنا ما بنحس فيها، جفاف المنطقه المحيطه بالعين. صح. اذا ما عالجناها ساره ممكن يؤدي الى مشاكل كثير عديده. اللي بيميز كوبور اليوم التقنيه اللي جدا متطوره. هلا مباشره رح ننتقل مع بعض ونحكي عن اكثر الاشياء اللي بتميز كوبور. مثل ما حكينا هي تقنيه المانيه حصلت على براءه اختراع، مش اكشلي واحده ثلاثه، لانها بتعتمد مكونات جدا فعاله مثل ما ذكرتي، مثل اللولو الاسود وايضا خلاصه الحلزون. اللولو الاسود بيعمل على تقليل الانتفاخات، بيساعدنا ان احنا نتخلص تماما من الهالات السوداء، بيساعدنا كمان على ان نحن نعمل حمايه فائقه ضد التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، بيناسب كل الاعمار. خلينا نحكي شغله، اللولو الاسود 20% اقوى من اي نوع تاني من المكونات اللي ممكن تكون موجوده. شايفين كيف بيعبي البشره، بيعمل تعبئه للكولاجين للالاستين، بيخلي البشره ما فيها ابدا اي مشاكل. سو اذا كنت يعني اذا كنتي بتعاني من انتفاخات هالات سوداء، مثل ما حكيتي ساره انه هالات سوداء حتى لو كانت وراثيه رح تشوفي نتيجه من اول استخدام. والحلو كمان بالماسكات اللي نحن عم نقدمهم، اذا هلا نحن بدنا نشوفهم عن قرب رح نشوف قد ايه هيدا الماسك مختلف عن غيره. اول شيء مثل ما هلا نحن عم نشوف الماسك اللي موجود معنا، في بقلبنا في عنده هيدول الجريدز او اذا بدنا نقول الحواف اللي موجوده، خلينا نفرجيها بطريقه ثانيه. yes. عن قرب بنشوف هيدول اذا بدنا نقول الاكسات اللي موجودين او المربعات، هيدول اللي موجودين هن اللي بيعملوا 90 نقطة. yes. هن yes. اللي بيعملوا احكام او بخليهم هن اذا بدنا نقول يكونوا محكمين اكثر على منطقه العين على يعني. ويوصلوا المكونات اكثر. والماسك اللي نحن عم نقدمه خالي من الكيميكلز، خالي من المواد الحافظة، ما في أبداً أي مكونات. صحيح. غير طبيعية. عن جد بتحسي هيك أنه مختلف تماماً عن باقي سارة. أو إشياء الماسكات التقليدية اللي نحن بنشوفها. exactly. بالأسواق. حتى خلونا نشوف إذا الماسك العين اللي نحن بنحطه بالعادة، على فكرة هيك بيكونوا اللزقات، ومع الوقت بنحس منه محكم. الحلو سارة أنه مستحيل نقدر نقارنه مع الماسكات التقليدية أبداً، وشكله كتير حلو، والحلو أنه شفنا كيف الأحكام بيكون من تحت. Yes. وعلى كامل العين. Yes. يعني كل العين بتتعالج. صح سارة. وهلا رح أعمل مقارنة ما بين الماسك التقليدي اللي هو ماسك الذهب المتوفر بالأسواق وكلنا بنشوفه، وما بين ماسك كوبور. شو بدنا نثبت لكم؟ بدنا نثبت لكم إنه مكوناته كلياتها طبيعية، فبالتالي بدون مواد حافظة أبدا. أول شيء سارة خلينا نحكي عن اللولو الأسود. طبعا اللولو الأسود نحن بدنا نعرف إنه هو بقلبه إذا بدنا نقول 15 مرة أقوى. شايفين؟ من اللولو العادي 20 مرة أقوى وأكثر بالمكونات الغذائية. صحيح. وهو بحفز الكولاجين وبحفز الإلاستين. ضلوا عنا هون الماسك لأنه في مواد حافظة، بينما هون تحلل بالمي، هيدا أكبر دليل أنه هو آمن جدا. بنعرف أنه بالمجموعة كمان في عنا الحلزون. يس أكيد طبعا، أنه من ضمن مكوناته خلاصة الحلزون اللي هي غنية سارة بالمعادن، الفيتامينات، وقديم غنية بالكولاجين. يس، وغني كمان بالكولاجين والإلاستين، واللي بيميزه أنه هو مكوناته هيدي بتعطي نتائج من أول استخدام. مثل ما نحن رح نشوف هلا، انه مثل ما قلت لكم او باللغه العاميه انه مسحه رسول، انه بتحطه على البشره ذاتس ات، خلص انه ما بقى عندكم ابدا اي مشاكل، ما بقى في انتفاخ، ما بقى في هالات سوداء، ما بقى عندكم اي مشاكل بالبشره. وبرجع بذكركم ماركه المانيه حاصله على براءه اختراع، يعني مستحيل تلاقوا مثل هيدا العرض لانه عرض حصري مقدم. شو حبيتي؟ حبيت ليش فكره من مره واحده؟ كم مره بيجي عندنا مناسبه خاصه، عرس، خطبه، اي شيء، ميتينج شيء. yes. فحلو انك انت تحطيه ودغري تحصلي على النتائج. yes. وقلنا اكيد نحن انه هيدي الماركه اللي نحن عم نقدم لكم اياها هي خضعت للعديد من الدراسات والابحاث. خلونا نشوف الطبيب اللي خلف كوبور من خلال هيدا الفيديو. كوبور is the first company to introduce this from Germany. The Shin company Hydrolite 6 preservation technology. One, production of GMC standards. Two, a patent certificate of independent packaging. Three, Germany's non-corrosive technology system. Without chemicals, this ensures a new period of the ability to absorb
nutrients in the skin. Each piece has 99 meshes applied to it. By putting pressure on it, it absorbs the nutrition as well as it could. And therefore, the skin has the ability to rejuvenate and roll and to be much more fresh than before. Combined with the black pearl and the tourmaline, experiments show that the tourmaline has the ability to improve absorption into the skin. Making use of the black pearl penetration system, this improves the ability to absorb all the nutrition and the gem of the skin to be perfect again. والسعر اللي عم نقدمكم لإيه له استثنائي عم نشوفه قدامكم على الشاشة 348 ريال سعودي 56 ماسك للعين مع مجموعة هدايا عم نشوفها ماسكات خاصة للبشرة وكمان مع سياتي مجموعة لطلاء الأظافر طبعا صحيح. مجموعتنا كتير كبيرة بسعر عن جد استثنائي يس. وأكيد اللي بيميز المجموعة اللي نحن بنقدمها لكم اليوم هو النتائج الفورية اللي بنحصل عليها مع المجموعة نتائج بتاخد العقل بتعطيكم تخلص مباشرة من كل المشاكل اللي ذكرناها مثل الانتفاخات الهالات السوداء وبركز كتير على نقطة الهالات السوداء قديش عن جد بتسبب لنا كتير مشاكل وما بنلاقي حل لها بيعطي نتائج فورية وطريقة استخدامه كتير كتير سهلة كل اللي عليكم تعملوه بكل بساطة هو انكم تستخدموا هيدا الماسك وقت الحاجة وقت اللي بدكم اياه استخدموه بطريقة جدا سهلة بتحطوه على منطقة اللي هي منطقة المحيطة بالعين لحتى تقدروا تتخلصوا من هيدي المشاكل رح نشوف مع بعض طريقة الاستخدام بنحط الماسك على منطقة العين مثل ما نحن حكينا هيدا عبارة عن تقنية ألمانية حاصلة على براءة اختراع بيحتوي على مركز اللولو الأسود اللي مثل ما حكيتي إن هو 20% أكثر أقوى من اللولو العادي بيستخدم بعد تنظيف البشرة وأكيد بعد استخدامه بنستخدم الكريم وأكيد بنستخدم اللي هو الكريم الخاص بالعيون اللي هو مرفق ضمن المجموعة وبنخليه لمدة 20 دقيقة طريقة استخدام ولا اسهل وهلا ساره رح تخبريني اكثر عن ماسك العيون الحلو بمجموعتنا انه نحن عم نقدم مجموعه متكامله قدمنا ماسكات للعيون وقدمنا بنفس الوقت عم نقدم نحن كمان كريم للعيون الحلو بهيدا الكريم انا كثير حبيت فكره التب تبعيته عم نشوف انه هون في هيدول الماجنتيك اللي هن بيوصلوا اذا بدنا نقول المكونات الغذائيه بالضبط وين بدها تحدد السيده يعني وين بالضبط هي حابه تحطه على العين هيدا التب اللي موجود بيساعدها لحتى يوصل لها الكميه اللي هي بدها اياها ومكونات اكيد من الحلزون غنيه باذا بدنا نقول بكل المكونات exactly. هو مكمل اكشلي لماسك العين هلا رح ننتقل مع بعض لهيدا الماسك اللي نحن مقدمينه لكم شوفوا الالاستيسيتي تبعه شايفين قديش عن جد الالاستيسيتي تبعه رهيبه رح فرجيكم هون على ايدي انا حطيت شويه منه بس اعمل هيك لاحظوا كيف هيدا معناه انه غني بمكونات الفعانه غني بالحلزون خلاصه الحلزون اللي هي بتساعد على هيك زياده معدل الكولاجين والالاستين بالبشره يعني قديش انتم بتستفيدوا استفاده القصوى من هيدا الماسك والحلو ان هو بيعطي نتائج فوريه ساره من اول مره بتستخدموا هيدا الماسك او الكريم بيعطيكم نتائج مثل ما هلا عم نشوف مع الصبيه معنا بمجرد انتم ما تحطوا هيدا الماسك بيعطيكم نتائج فوريه شو بيعمل ماسكات كوبر للي انضموا لنا هلا بيساعدكم لحتى تتخلصوا من الهالات السوداء الانتفاخات الخطوط الرفيعه التجاعيد عن جد بدك تقولوا ماجيك ماسك بتحطوه شكله كتير حلو مهضوم ثابت على العيون وبنفس الوقت عرض استثنائي عرض استثنائي بيجيكم هيدا البوكس مثل ما شايفين في كل الماسكات اللي انتم بحاجه لكم لها نحن مقدمين اليوم 56 ماسك بتحصلوا عليه عند عمليه الشراء صحي وامن خالي من كل المواد الكيميكالز مع كل عمليه شراء بيجيكم هيدي الهديه اللي هي بقيمه 125 ريال سعودي ماسكات كمان من ماركه كوبور بتتميز بخلاصه الورد بتركيبتها كمان عندنا مجموعه سياتي لطلاء الاظافر بقيمه 113 ريال سعودي بتحصلوا عليها مجانا يعني كل المجموعة هيدي مع الهدايا رح توصلكم اذا اتصلتوا فينا ودفعتوا مبلغ 348 ريال سعودي فقط وعلى فكره نحن جايبين من هيدا العرض 100 قطعه بس لهيك استغلوا الفرصه هلا صار الوقت ان نحن نشوف الارقام لحتى تحصلوا على مجموعه الكوبور الخاصه فيكم ونرجع انا وساره We'll be right back.
مواصلين معكم هيدي الفقرة جدا خاصة بالجمال وتحديدا ماسكات للعناية بالعيون. الماسكات اللي نحن عم نقدم لكم اياها عرضنا لكم استثنائي ضمن الحدث الكتير صحيح. وهو اليوم الوطني السعودي ال 88. اول شيء نحن مثل ما عم نشوف عم نقدم لكم ماسكات بعدد كتير كبير، 56 ماسك عم نقدم لكم اياهم نحن للعيون، وعرضنا لكم هو حصري، ما فيكم ابدا تلاقوه بالاسواق، عرضنا لكم من ماسكات كوبر حصري. إذا نحن بدنا نقارن عرضنا بأي عرض تاني بتشوفوه لماسكات العيون بالأسواق، هيدي هي الماسكات اللي ممكن نحن نشوفها بالأسواق. الماسكات بجودة عالية منشوف سعرها 50 ريال سعودي للقطعة الوحدة، إذا نحن بدنا نشتري 56 ماسك بتعرفوا قد ايه بندفع؟ 2800 ريال سعودي. نحن عم نعطيكم 56 ماسك، عم نعطيكم كريم للوجه رح نشوفهم مع بعض، هيدا عم نعطيكم كريم خاص للعيون، مجموعة متكاملة مكونات طبيعية بوكس واحد مع مجموعة هدايا منشوفها هون. رح نشوف هون الهدايا مثل ما شايفين وموضح قدامكم، عنا ماسكات اللي هي ماسكات معمولة من خلاصة الورد كمان من براند كوبور، قيمة الهدايا 125 ريال سعودي بتحصلوا عليهم مجانا. كمان عنا هون هيدي المجموعة الخاصة بطلاق الأظافر من سياتي قيمتها 113 ريال سعودي بتحصلوا عليها مجانا. قيمة العرض اللي مقدمينه لكم واللي فقط متبقي منه 80 قطعة هو 348 ريال سعودي. هيدي المجموعة حاصلة على براءة اختراع، مكوناتها طبيعية 100% معمولة من خلاصة اللولو والحلزون. رح نشوف مع بعض النتائج اللي بتحصلوا عليها. انتم بتتخلصوا تماما من مشكلة الانتفاخ، مشكلة الهالات السوداء، عندكم مشكلة الجفاف حول العين والتجاعيد، كلياتها بنتخلص منها تماما مع استخدام هيدي المجموعة. وبتتميز هيدي المجموعة انها تقنية جدا متطورة وماركة ألمانية بتساعدنا انها نحصل على بشرة احلامنا. وانا عم بحكي لما بيحكوا العين مرآة الشخصية سارة، فهيدا شيء طبيعي لأنه العين اللي بتبين اكشلي قديش عمرنا. التقنية ما إلها مثيل، مثل ما حكينا تقنية حاصلة على براءة اختراع بتساعدنا نحن نتخلص من كل المشاكل اللي بتكون موجودة بالبشرة. مكونات طبيعية 100%، مثل ما شايفين بيستخدم هيدا الماسك لحتى نعمل تخلص من كل المشاكل اللي بتكون موجودة حول العين مثل الجفاف. هو أهم شيء هو النتائج اللي بنحصل عليها، لأنها نتائج فورية بتخلصنا تماما من مشكلة الانتفاخ، الهالات السوداء، وبركز على الهالات السوداء لأنه بيعطي نتائج فورية مستحيل يعني تتخيلوا أنه أنتوا مينيمم تخلص 25% من الاستخدام الأول لهيدي المجموعة اللي مقدمينها من كوبور بكل مكوناتها الفعالة. طبعا كمان اللي بيميز هيدا الماسك اللي عنا هو التركيبة تبعيته اللي هي حاصلة على براءة اختراع، وكمان عم نشوف هيدول المربعات أو الجريدز اللي موجودين هن اللي بيعملوا احكام اكثر على منطقه العين. 90 نقطه بتساعد لحتى تثبت هيدا الماسك وبنفس الوقت توصل صحيح. المكونات الطبيعيه، المكونات اللي هي خاليه من الكيميكلز، خاليه من اي شيء ارتفيشال. رح نشوف هيدا الشيء نحن وياكم، ما في مقارنه ساره ما بينه وما بين اي ماسك تقليدي، لانه هيدا الماسكات التقليديه منا ابدا صحيه. وعلى فكره اللي بيميز الماسك انه هو في تقنيه النانو اللي بتوصل المكونات الفعاله الى اعمق طبقات البشرة. وهلا رح نختصر عليكم، رح نعمل مقارنة ما بين ماسك الذهب التقليدي اللي بنشوفه بالأسواق وعنا ماسك كوبور مبين قدامكم هون. هيدي الماسكات رح نعمل اوكي مقارنة ما بينهم، بدنا نثبت لكم انه مكوناتها فعالة 100%. طبعا نحن عم نحطها بالمي لانه اي شيء بدوب بالمي فبيكون ما في اي مكونات فعالة. اذا بدنا نقول مواد حافظة. خلص يا سارة خلصت. هون عم نشوف ضلوا مثل ما هو بالضبط عنا الماسك، هيدا اكبر دليل على صحيح. انه نحن عم نقدم لكم ماسك بقلبه اذا بدنا نقول الشيء الاساسي هو صحيح. اللولو الاسود اللي هو 15 مره اقوى من اللولو العادي، 20 بالمره اقوى بالمكملات الغذائيه بالمواد الفعاله، وبنفس الوقت هو بحفز الكولاجين والالاستين، وما ننسى كمان عنصر الحلزون. يس الحلزون نفس الشيء غني بالفيتامينات المعادن، بيساعد على تحفيز الكولاجين والالاستين بالبشره. وهلا مباشره ساره خلينا مع بعض اوكي نحكي عن نقطه كثير مهمه هلا، وهي رح نشوف مع بعض النتائج مره واحده. النتائج من الاستخدام الاول بيعطي نتائج مذهله، يعني بيعطينا نتائج تخلص مباشره من الهالات السوداء، من التجاعيد، من كل المشاكل اللي بتكون موجوده على البشره. ما ننسى كمان هيدي النتائج ليش حلوه، مين فينا ما بيكون الهالات السوداء عنده امر شائع؟ اذا سهرنا شوي، اذا تاخرنا بالنوم، اذا تعبنا او من بعد الولاده،
ولكن نحن اليوم عم نقدم لكم ماسك حاصل على براءة اختراع، مرق بعديد من التجارب. خلونا نشوف الدكتور أو الطبيب خلف ماركة كوبر بكل المعلومات اللي حابب يقلنا إياها، ونرجع لكم. Kober is the first company to introduce this from Germany. The Shin company Hydrolite 6 preservation technology. One, production of GMC standards. Two, a patent certificate of independent packaging. Three, Germany's non-corrosive technology system. Without chemicals, this ensures a new period of the ability to absorb nutrients in the skin. Each piece has 99 meshes applied to it. By putting pressure on it, it absorbs the nutrition as well as it could. And therefore, the skin has the ability to rejuvenate and roll and to be much more fresh than before. Combined with the black pearl and the tourmaline, experiments show that the tourmaline has the ability to improve absorption into the skin. Making use of the black pearl penetration system, this improves the ability to absorb all the nutrition and the gem of the skin to be perfect again. العرض اللي عم نقدم لكم اياه بهيدي الفقره استثنائي، مثل ما هلا عم نشوف 56 ماسك للعيون مع كريم للعين مع كريم للوجه مع مجموعه هدايا ب 348 ريال سعودي بس. نرجع منذكركم عم نقدم 100 قطعه بس من كوبر ماسك للعيون. صاروا 50 لحقوا حالكم. اكيد هلا بدنا نحكي عن طريقه الاستخدام قديش انها سهله، يعني ماسك للعين فينا نستخدمه باي وقت انتم بحاجه له، وكمان فينا نستخدمه قبل اي مناسبه مثل ما انت حكيتي ساره. هي تقنيه المانيه حاصله على براءه اختراع اكشلي ثلاثه، لانه بيحتوي على مركز اللؤلؤ الاسود وخلاصه الحلزون اللي حكينا على اهميتهم قديش انهم جدا مفيدين للبشره. طبعا بنستخدمه بعد تنظيف البشره، بنحطه على المنطقه المحيطة بالعين، بنخليه 20 دقيقة and that's it. بتكونوا انتوا جاهزين ان انتوا تستفيدوا وتتخلصوا فورا من كل المشاكل الموجودة على المنطقة المحيطة بالعين. ومن بعد بنستخدم الماسك تبع العيون والكريم تبع الوجه. سارة هلا رح تخبرنا اكثر عن هيدا الماسك. حبيت فكرة المجموعة المتكاملة، ماسكات للعيون وهون عم نشوف الكريم الخاص للعين. الحلو بهيدا الكريم بدنا نشوف انه التب تبعيته كثير فيها مميزات من هيدول، اذا بدنا نقول الحبات من المعدن اللي بيساعدوا على انه تكون العمليه كثير دقيقه. يعني اول نحن ما نحط الماسك على منطقه العين، لكن كيف بتحدد السيده وين بدها، والكميه بتوصل على المنطقه اللي هي بترغب ب اذا بدنا نقول هيك اعاده الرونق لها. وكمان اللي بيميز هذه المجموعه انه في هيدا الفيس كريم، هو اكشلي كريم مرطب بخلاصه الحلزون، بيعمل على خلينا نحكي انه الترجيع الحلزون بقلبك. يس لا رح فرجيكي هلا سارة، رح فرجيكي هلا الكريم قديش انه هو عن جد هيدا اذا دل انه قديش في خلاصة جدا فعالة من الحلزون. شايفين هيدا معناه انه غني جدا، يعني كوبور مش مثل ابدا اي كريم تاني موجود بالاسواق. جربوا انتم شوفوا اي كريم حلزون، هيدا العرض بهيدا السعر مستحيل حتى يمكن ينعاد على شاشتنا مره ثانيه، لهيك بتكون الكميه كثير محدوده. كميه جدا محدوده ساره، خلينا نذكرهم بالعرض اللي مقدمينه. كمان بنرجع بنذكر كل الاشخاص العرض هو 348 ريال سعودي، وكمان النتيجه اللي نحن بنحس عليها هي من استخدام مره واحده. عرضنا استثنائي لانه عم نعطي نحن 56 ماسك للعين، مثل ما عم نشوف، مع كريم خاص للعيون، مع كريم للوجه، مع مجموعة هدايا 348 ريال سعودي. هيدي الفقرة كانت خاصة ضمن الحدث الكبير اليوم الوطني السعودي اللي عم نقدم فيه أسعار تنافسية. yes. يعني كمية محدودة لفترة محدودة، والعرض رح تلاقوه بس هلأ. نتائج فورية، كل اللي عليكم تعملوه تستغلوا هيدي الفرصة، يستغلوا هيدي الفرصة ويتصلوا أكيد على الأرقام اللي هلأ رح نشوفها مع بعض. أكيد هيدا العرض متوفر لكم بكميات محدودة، استغلوا لأنه الكمية اللي صارت متوفرة عنا صارت كتير قليلة. قليلة. لهيك كل حدا فيكم هلا يتصل فينا على الارقام موجوده تحت، او استفيدوا من خدمه صوروها واطلبوها الخاصه بكل عملائنا بالسعوديه والامارات. صار الوقت هلا ان احنا نكفي ونشوف العرض اللي جاي كمان من احتفالنا باليوم الوطني السعودي. مني ومن ساره بنقول لكم باي.